والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال مع الزميلة رغدة أبو ليلى. مساء الخير رغدة. مساء النور، شكرا لكم مربة المليجي وإلهام نمر. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما توضيحية تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي. أظهر التقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفا لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022 مقابل 600 مليون دولار عام 2013-2014. أشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثانية أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا تحت عنوان نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة رؤى على طريق التنمية. وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد من أكثر القطاعات استهلاكا لمصادر الطاقة المختلفة، حيث تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي. كشف تقرير دولي عن استحواذ مصر ونيجيريا وكينيا على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية بإفريقيا لعام 2021، وسلط التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يؤكد النضج السوقي الذي تشهده مصر، حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي في عدد المستثمرين، بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية. أعطى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفن بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي. وأوضح الملا أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، ربط وتدفيع إنتاج حقل ريفن بالبحر المتوسط لمصانع شركة جاسكو بالإسكندرية، والتي تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجا جديدا من مشتقات الغاز الطبيعي لعدد من المجالات، مثل خليط الإيثان بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات. عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعا مع وفد شركة فلاكس بي اي تي، إحدى الشركات الهندية العاملة بمجال صناعات البوليستر، حيث تستهدف الشركة استثمار 110 ملايين دولار في مشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة. يستهدف المشروع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البوليستر سنويا، كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام المقبل ليدخل حيز التنفيذ في أوائل 2024. وإلى سوق المال، حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى
9933 نقطة متراجعا بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2192 نقطة مرتفعا بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3127 نقطة ليصعد بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.42 جنيها للشراء و 19.53 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 18.82 18.94. الجنيه الاسترليني 21.9 22.21. الدرهم الإماراتي 25.35. أخيرا الريال السعودي 15.19. في منطقة الخليج، أغلق مؤشر البورصة السعودية منخفضا بنسبة 2.6% متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط. وفي بورصة الكويت، أغلق مؤشر السوق الأول منخفضا بنسبة 2.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%. كانت الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تراجعت في آخر تداولاتها بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى مرفت المليجي وإلهام نمر. إليك. شكرا لك رغد على هذا العرض الاقتصادي.